عندي بهيدي المعزوفة اللي هي كتير حلوة، أنا كتير بحبها صراحة، وهي تعتبر من القطع الكتير المهمة، يعني التلميذ المبتدئ أو بمرحلة البريباراتوار التحضيرية بآلة الجيتار وقتها يعزف مثل هاي المعزوفة معناتها يعتبر إنه هو قادر يترقى للكور الأعلى. هلأ رح نشوف هون أول بوزيشن قطع معي. عم شوف أنا هون عندي الدو البيضاء مع 2 المي فوق، الدول بلانش هي مفروض تعادل 2 ميلي فوق، ممنوع تنشال، يعني ما بعمل، لا لازم موجودة بعدها. هاي وحدة. برجع في عندي اللي بعدها سول ري، سول ري. في كتير أشخاص اللي هن بعدهم مبتدئين بيستصعبوا يحطوا إصبعهم هون بهيدي السول ري. أول شغلة ما بعمل هيك، هيدا الشي غلط باللوجيك، بدي أحط دايما الفوقاني قبل، هو بيجيب لي إيدي. بكل بساطة بصير أنا بشيل إيدي بحط سول، بجبر إنه الري يكون عم ياخد محله، بشيلها وبحطها، بشيلها وبحطها. فيني أعمل هيك شيء إكزرسيس مثلا، ثبت من دون ما يكون السول هيدا عم ينشال. وفي عندي هيدي الطريقة كمان، بصير ببدل بيناتهم، بشيل بحط بشيل، بس هيدا ينحط هيدا دغري حيجي وراه. مجرد ما ركز عليه دقيقتين أربع دقايق بيمشي حاله. برجع هون بنتقل انا وياكم للبوزيشن الثالث فيها للمعزوفه. عندي هون هيدا المقطع، عندي هون مي سول اللي هن من الطبيعي انه ينمسكوا بهي الطريقه. برجع بيجي من السول على الفا دياز جليساندو، يعني هيدا ما بينشال، بيجي هيك جليساندو، بحط دغري، بيجي دغري بحط معه الري دياز هون بهيدا الاصبع. فاذا برجع دغري مباشر بحط هون السي مع الري دياز اللي هو ديجا موجود اصلا، يعني موجود بتصير. فاذا طبعا هون انا في عندي ثلاث نوتات، صرت عم باخد انا هلا ثلاث نوتات، اربع نوتات، مي سول دياز سي مي، باخذهم بهي الطريقه، واحد اي بوس اندكس ماجور انيولير.